ليش يا اخي ليش؟ الجماعه تبرعوا لي الي مو لها. ايه وانا رح اكرر عليك يعني؟ هلا بروح انا وانت بنشتري بطاقه واللي بيزيد بنشتري فيها شوي هنايا. لك بعدك لوحني بالبصر، انا مفكر غير هيك لك عمي. يا حبيبي وبايش مفكر؟ طالما تامل المبلغ بايدي ما عاد تعالي عليك، هلا بتمني اصرف بالمصاري بس لبين ما نعمل شغل. لا غني غير الموال. بدك تسافر يعني بدك تسافر، بدك تسافر واجرك وراسك، هون مالك بركي وفرنك بايدك ما بصلك. لا يا سيدي ما رح سافر حتى لو اشتريت بضاعه الطياره، بعدين انت مالك ولي امري. سامير بلا فلمات ها؟ لك شو فلمات ما فلمات؟ انا زلمه ظابطه اموري لحالي، ما بسافر بلمه، هيك على الماشي ما بتزبط معي، بطلع المصاري بشتغل بسدهم وبعدين اذا بيجي على بالي بسافر واذا بيجي على بالي ما بسافر. لك اصبر حالي، ايش اسوي؟ ما فيها مزاح، من هون لأربع ساعات كل حركاتك مكشوفة. ليلى ليلى أنا ماشي. صوت محمود يعني ما بدك تشرب قهوة؟ لا حبيبتي مستعجل بشربها بالشغل، في ناس عم يستنوني هنيك. طالعة لشي محل؟ لا شو طالعة؟ يلا حبينا. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. ايه لا انا احقر من هيك ما شفت بحياتي. لهون وصلت معك يا ابو محمود؟ طيب انا برجع. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وما عرفت اذا مستاجر ولا نايم عن حدا من رفقاته. امي ما عرفت عنه لا حق ولا باطل. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ نتركه هيك يعني؟ الله يسامحكم، لا زبطتوه مع بنت معلمه ولا خليتوه يزبط حاله مع البنت اللي بيحبها. احكي مع معلمه. شو بدي احكي مع معلمه؟ روح قل له والله اخي ترك البنت اللي كان يحبها، حاول معه مره ثانيه مشان بنتها. لك لا مو هيك. شو لك؟ يعني احكي عنه بطريقه غير مباشره، اساله عنه، جيب طاري بدون ما يحس هو. وين الشركه تبعيته؟ ما بعرف، اسال رفيق هو اللي دبر له الشغل. طيب انا بكره الي مرقه على السجل العقاري، مر لعند اخي رفيق وبساله. شوفي بالسجل العقاري بدي سجلها البيت لهند باسمها مشان ما تحس حالها مظلومه، فرح انزل اسال يعني شو لازمني وراء ومعاملات. ولي انت بعقلك ولا مو بعقلك؟ بعقلي امي بعقلي، بس بدي ريح ضميري. هيك احسن برت عمي، وانا كمان برتاح ضميري، نحن عنا هذا البيت ومو بحاجة البيت الثاني. لك اسمعوا على هالسمعه، وهذا يلي ببطنك ما فكرتوا فيه انتو اثنين؟ هذا يلي ببطنه بين امه وابوه هون وبس يكبر، واذا لا سمح الله صار لكم شيء حرام عليك. لك ابني والله حرام عليك، بكره اذا داقت الدنيا بوشه بلاقيه. والله معك حق، يلي ابوه مجهز له بيت فعلا بيختصر عليه نص عذابه. شفت؟ انا رح قوم امشي، رح اروح على هذاك البيت، بس ما تتركوني كثير، تسعه ونص حاكوني لانه ما عاد لي نفس اقعد هنيك ولا دقيقه. روح الله معك تقبر. الله معك. ايه عم دور لك على كلمه، مو بس الى ايقاع الى ريحه كمان. يلا. طلت يا مقلا طلتها ورد وزنبايا ريحتها. لكن بدك تعمل لي اياها من حجاز الصور فتل هيك. طلت
بنت يا ما احلى طلتها ورد وزنبا يا ريحتها. الزنبا ما له ريحه. شو هالحكي؟ مثل ما عملها. هلا فرقت له ريحه ولا ما له ريحه؟ مين لا 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 بدك تظبطها هي، لانه هي بدي اياها بعدين بحكي اب خالي. هي بدي اعملها فيديو كليب، بدها تضرب يعني. ان شاء الله بدك تحط اسمي بالتاليف. ما بعرف مثل ما بدك، بدك بحطه بدك ما بحطه. لا لا تحطه. وهي شطبنا لك الزنبا ماشي ما له ريحه مثل ما بدك. بدل لك اياها هي. طلت يا محلى طلتها زيت وزعتر يا ريحتها. مسك وعنبر يا ريحتها. هي 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 يا عيني عليك. هلا هي حلوه مسك وعنبر يا ريحتها، بس مو هذا المدير الدارج. لكن شو المدير؟ هلا الدارج ريفي. قصه بالفيديو كليب بتحكي عن واحد ريفي، يعني هلا ريفي طاحش. اسمعني هي. طقت كعبك يا وردي في تحدي. الله شو حلو. لك لقلبي هالمشحر يلي عطشان. ايه ماماي 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 ماماي. طقت كعبك يا وردي في تحدي في تحدي لقلبي هالمشحر يلي عشقان. والله انا حبيت عشقان احسن من عطشان. خليها عشقان. عشقان خليها لغير مقطع. هي هون راكبه. ايه هلا بفهم من كلامك انه ما بدك تنامي عندي؟ يا امي شفتي رائد ما بيروح محل الا وبيعمل مشاكل. هلا هنيك عندنا بالحاره حفظوه ما بيتشاكروا معه، ما بدي اجي لهون ويعملنا مشاكل مو ناقصنا. والله العظيم جوزك بيستاهل ينحبس مؤبد. طولي بالك امي مو لهالدرجه. هو مشكلته حمش شوي بس والله قلبه طيب. بالله شو؟ هلا مشكله جوزك انه حمش شوي؟ يوت بوسك عقربي شو قلبك طيب. ريته يحقق لي وعده يلي بده يلي بدي راسي وراسك عم خد وطلع خسران. والله عصا ضعيفة. افهمنا بقى فؤاد، من امتى انت كنت تعرف بالشعر وتاخذ وتعطي؟ يلي بعطيك اياه خده وبس. شباب لسه كل ما حكينا كلمة بيعمل لي محاضرة وبزفني زفة. عم نقول لك بدنا اياها لبطيخ مبسمر لفيديو كليب مو لعرس. هي دخيلك يعني الاغاني اللي عم نشوفها بالفيديو كليبات احسن؟ ثلاث ارباعها صفحكي. اخي انا ما بدي صفحكي، بدي غنية مثل العالم والناس. شو؟ رح اغير لك اياها هالمرة، بس إذا ما عجبتها بزعل منك. ها؟ هلا أنت دوروا على ابن هار مو أريح لكم؟ ليش هو ولد صغير لحتى انا ادور عليه؟ بس انا لولا ما امي بده ينشغل بالها وتتضايق هلا بالليل ما بطلع بنوم. طيب حزين شو؟ لا تتاخري يعني لف لف صغير وارجع، ولا اقول لك تضرب امك الا انك كنت عم تدور عليه وبلا ما تطلع وتعذب لهنيك. ما راح تقتنع. يلا خاطرك. سلامة. اسعد دير بالك على حالك. لما بتمرق من حدي لحظة سعدي. ايوه. المية جنبك يا قلبي ودومك عطشان. هي بتسحب فيها سحبة اخت اختها. المية جنبك يا قلبي ودومك عطشان. شو؟ لسه بيطلع معك احسن. خلصنا بقى، صرت عايد لك اياها 10 مرات، كم مرة بتزبط لك اياها؟ بكفي. ليش معصب اخي؟ دافع لك مصاري انا. مو أرامينو؟ لو أرامينو كنا قلنا، بس مصاري كاش أبيض. عم تضرب لي منية يا فؤاد؟ خذ هي مصرياتها، بطلت أكتب لك أصلاً أنا، حل عني. لك لا يا مروان مو هيك قصدي، طول بالك. قصدك ولا مو قصدك؟ أنا بطلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو مروان؟ ما في الواحد يغلط معك ولا بكلمة؟
لا هذا وبيناتنا خبز وملح. شبك؟ معلش يا فؤاد لا تحرجني، انا مالي حابب ساهم بترويج الفن الهابط. ايه انت حر، بس بدون زعل مروان، انت هلا عم تبذل بنعمتك. لا سيدي ما بذلت بنعمتي، تعرف انه انا بديوان واحد طلع قد الفيديو كليبات تبعك كلها هي. شيماء بدك تتصلي هلا فورا بعاصي. مشان شو؟ مشان يعطيني اسم الزلمه تبع دار النشر، لو عن طريق الانتربول بدي اجيبه. ايه خلص بكره بحكي معه، اصلا هلا الوقت تاخر. لو الساعه 3 بالليل بدي اتصل فيه. ايش بك؟ طقت احترقت؟ ايه طقت احترقت وانفجرت كمان، بدي فهم هذا الغبي فؤاد اني انا مو محتاج مصاري. ايه بكره بتفهمه، ضروري اليوم يعني؟ شيماء لا تمطمطيها مثل عاصي، يا اما بيقول لي على الزلمه تبع دار النشر يا بنزل هلا على بيروت تفليها بيت بيت. ماشي بكره بفهمه. عم تاخذيني على عقلي؟ ايه طيب؟ اذا طلعت براسي وسكرت الباب على حالي اوعك تتصلي باهلك، ما راح يضحكوا علي مره ثانيه. بالله وشو بدهم يعملوا له اخواتك يعني؟ لا يا ستي ما راح اخبرهم. اصلا عاصي ماله هون ونحن غرقانين بالمشاكل اللي فوق راسنا. لحما ايش شو ناقصنا جوزك كمان؟ واحد ما بتستحي على دمك، هذا اصلا اذا كان عندك دم بتحب قلك ليش؟ لا ما بحب. امك يعني حلوه؟ قسما بالله لو ما لحماتك انت يعني. لك اجدب انت اجدب، شو بدك بامي؟ هلا جايبني من البيت لهون كرفتي، رحت تقلي هذا الحكي تبعك اللي بلا طعنه؟ امي معها حق، ما بدك تعمل مشاكل، هلا هون حارتنا، بيعرفونا هونيك شو، مو ناقصهم اهلي. هلا انا اللي بدي افهمه راح جن، يعني عاصي شلون بيحرق وانا اخر من يعلم، ويكون انا حلال المشاكل انا. امي ما حبيت اقول لك وتلبكك لانك ما صار لك زمان طالع من طيب المنزل. ليش حرد هو ليش؟ هذا يا سيدي ما انت؟ ايه الاستاذ عاصي بيشتغل عند واحد بعرف هذا الواحد معلمه يعني بده يجوزه بنته شبك عمدي بقى عاصي ما بده ليش لانه على الان بعد الثانية مين بيسمع بالقصة؟ مين؟ اخوك اسعد لك عدي اخوك اسعد بيقوم بدق تلفون للبنت بيقول لها عدي عن الزلمة بس اوعى تجيب سيرة قدام الاستاذ عاصي والله بيتذبح هو اسعد لا ما راح اجيب سيرة منه اسعد بدك تحط ببالك انه اخي عاصي اسمه نضال عتومي ليه بقى؟ لك ما نحن بالبداية اضطرينا نسميه نضال مشان الشغل وهو أول على آخر اسمه بالحارة نضال عتومي فهمت؟ مثل ما بدك شرف الحقيقة أنا اندهشت لنزاهته لأبعد مدى هالشاب بيرحب فعلا أهلنا ربونا هيك القرش اللي ما بتتعب فيه مو لإلك
والله ونعم التربية. من بعض ما عندكم استاذ زياد، الحقيقة أخي حكى لنا عنكم كثير. بيعتبرك مثل الوالد الله يرحمه. لا بدك تحدد، مثل الوالد لما مثل الله يرحمه. بعيد الشر عنك يا رب، مثل الوالد طبعا، ونحن بنعرف قديش لك موني على أخي، مشان هيك لجأنا لحضرتك. خير؟ أخي عم يعني بيعاني من أزمة نفسية. أوف، وشو السبب؟ كان في علاقة حب بينه وبين وحدة بنت، وتركوا بعض من كم يوم، فالظاهر إنه متأثر بالموضوع. وليش تركها؟ ما عرفتوا؟ ما عرفنا، هاي البنت مو كتير منيحة، كشفها وما شفناه فجأة إلا اتخذ القرار. إيه ما في مشكلة، اليوم بحكي معه. طلعت معه لهون؟ إيه؟ شو علي؟ شيماء اتصلتي بإخواتك شي؟ لا ما اتصلت. اوعك تتصلي. هالمرة ما رح تقدروا تلعبوا لي بحالاتي. ليش قلتي له لما اتصلتي؟ انت التهي بدراستك وقعدت فتحت امك بكلمة ها؟ وانت كمان. لك امي شو بكي؟ ما تحكي، من اول ما جيت وانت قاعدة هيك، شو بكي؟ شو بدي احكي امي؟ يعني ما بعرف، يعني أنا حاسة حالي كأنه غريبة، احكي أي شيء معي. ما عندي شيء احكي. طب احكي لي عن المغضوب، لساته عم يزعجك ولا بطل؟ هالمغضوب ما بطل أمي، بس عم يحاول ما يخليني أحس. تصوري، امبارح حاطط لي كاميرا مشان تراقبني وتصورني. ألو. هلا أنت وشك حلوة هيك مثل صوتك؟ مو مهم مين أنا، إذا بدك منتباعد ومنتلاقى برا وساعتها منتعرف على بعض. أب محمود؟ مين أب محمود؟ مثل ما عينك شايفة، كل مرة بيخترع لي طريقة شكل مشان يتأكد. وشو بده هلا؟ متصل من محل تاني عامل حاله واحد غريب حابب يتعرف. طب بركي واحد هيك حابب يترازل. لا أمي اسمعي لك، رح أتصل بنفس الرقم اللي هلا اتصلوا واطلب السيد طلال مين ما طلع لك. اسمعني، 2 4 6 7 5 6 6. الو، من فضلك بدي سيد طلال. موجود. تفضل ابو محمود. الو، مرت عمي؟ شو عرفك اني هون؟ لك لا لا لك عم بمزح معها، عم بمزح معها، بدي اياها تتسلى حتى ما يدي خلقها لحالها. ماني عرفانة انها، ماني عرفانك انك انت عندها. الو الو شو عرفك انت؟ حسيت انك مو على بعضك. بعدين انا بعرف كل شيء، عرفت. بس في شغله وحده ما عرفتها حضرتها. وشو هي؟ انه هي اللي تركتني مو انا اللي تركتها. ها؟ وليش تركتها؟ والله ما بعرف يعني، بس في بالعاده مو اول مره. معناها في احتمال ترجع؟ يعني احتمال، بكل الاحوال انا اعطيها اسبوع، بدي احط حد للموضوع، رجعت كان بها، ما رجعت برضه كمان بدي احط حد. شلون؟ ما بعرف يعني، يا اما بنتجوز يا اما كل انسان بيروح بحال سبيله. لك عن ليش ما تجوزتوا لهلا اذا الامر مسر؟ المشكلة مو عنا يا استاذ، المشكلة عند ابوها، ابوها حيوان لدرجة ما بيتصورها عقل، عرفت شلون؟ طيب، شو رأيك نطلع يوم الخميس نتعشى ونسهر سوا؟ تكرم عينك، انت ما بدك انا جاهز. اهلين سهلين، اهلين سيد منير، تفضل. لا معلش بدي روح، بس انا جاي لحتى اطمن. اطمن ولا يهمك. شو ولا يهمك؟ مو على اساس تمرق امبارح مشان نعدل الحساب. والله حقك على راسي من فوق، امبارح ما صار لي، فوت هلا بنعدله. انا خايف يصير الوقت وما تقدر تسدد. ها لك ولا يهمك، شو ما رح سدد، فوت فوت. اهلا وسهلا، تفضل. يلا يلا اهلا وسهلا.
صار لي تلات ايام ما كنت اعرف من عن اختك. صار لي تلات ايام. ابو سعود، ابو سعود تعال دخيل هنا. خير؟ شوف لي هاي زابطة. صار لي تلات ايام ما كنت اعرف نام. كني خلصوا مصرياتك؟ لك يا حريق اخت المصاري، شو دخل المصاري؟ عم نحكي معك على الفن، شو بيصير المصاري؟ صار لك تلات ايام ما جبت اكل على البيت، كني خلصوا المصاري تبعك. ما خلصوا خلصوا، شو نبعنا احنا يعني؟ ايه ايش بدك تساوي هلا؟ اكتشفنا لك انه هدول الشباب مو تمام، ما لهم كفو، خربوا، كفو ايه كفو لا. اسمع هلا، يبدو انه هدول الناس ما بي على الاصبع المجروحه، قلنا لهم لو لنا شغل ما لقوا لنا. ايه المعنى؟ المعنى خلاص بدنا ندبر امورنا، ما عاد لي مصلحه. شوف لنا هذا رفيقك تبع الزباله. جماعه الزباله ليش حبيبي على طول الزباله جاهزه؟ هون اذا لقيت شغل لازم تمسك بيه بايديك وسنينك. خلص بلا الزباله، شوف لنا شغله ثانيه. لك ايه ما معك اقامه؟ لو معك اقامه كنت دبرتك محافظ. ليش عم تتمسخر ابو سعود؟ لا تغلط. ها خلص شوف لنا تبع الصهريج. الصهريج منيح، حسيت لك شغله. الصهريج عنده مو مرغوبه كثير. صهريج ايش؟ لك الصهريج تبع البلاليع والشفاط والهي القصص. خلص زبط لنا اياها انت. اسمع لي، هي هذيك مو ظابطه كثير. حالي فشلان في حنكك على الصوت. لك شو قصته؟ والله رح يجنني. لا اله الا الله على هالسكنه. لك يا الله شو بدي اعمل بحالي؟ بهرب من قرنه بيطلعوا لي ناس بقرنه ثانيه. اف على العمر، احسن شيء نحط راسنا من النار. حالي مساء الخير. ما شفت عليا ولا اتصلت. عم اقول مساء الخير، ردي بالقبر بعدين نحكي. مساء النور. ما شفت عليا لا اتصلت فيها. طيب اذا صدف شفتيها ممكن تخبريها هدول الكلمتين؟ ما راح اشوفها. عم اقول اذا شفتيها ممكن من هون لسيدي ممكن تخبريها هدول الكلمتين؟ اي كلمتين؟ بتخبريها انه انا ما بعرف ليش هي زعلانه، وانا بالاصل ما عملت شيء زعلها. هذا اولا. ثانيا، من هون لنهار الخميس إذا ما صار أي لقاء بيناتنا أو اتصال، تعتبر إنه العلاقة بيناتنا انتهت، لأنه أنا ما عاد قدرت أتحمل. وإذا ما شفتها من هون لأسبوع؟ بتخبري إنه العلاقة بيناتنا انتهت. شكرا. مو حكي هذا بسام، يعني ما بعرف لو بده يبيع السيارة لازم يدبر لك مصاري. شو معه ومعه؟ لك يضرب منه لهالسيارة، قال لي رهن له 20 زلمة. مو مشكلتي، لازم يدبر مصاري، يعني بكره بينحجز لنا على هذا البيت. قلت لا تخافي، ما راح يحجز على البيت، لأنه هذا الزلمة مصرياته عم بيمرك وما عنده مشكلة. بسام بس أنت عندك مشكلة، يعني مالك مضطر أبداً إنك تدفع ال 50,000 200,000. لعيد قلبي ميساء، خلص فيقيني بكره الساعة 4 الصبح، بروح بربط له قدام البيت. حاضر تقبرني، رح فيقك الساعة 4 الصبح. شو مثل المهمات اللي تروحكم فيها؟ طب ايش بعرفني؟ والله كل سفرة عم تطلع من تحت راسي. أول كان خلونا نطلع الكتب بالبيك أب تبع المديرية ونطلع نحن بالبولمان، هلا حبكت معهم نحن والكتب بالبيك أب، وخذي على طشطشة طول الطريق. ألو؟ إيمت عمي؟ يلا لحظة لحظة. ألو؟ أهلين أمي. يا أمي يعني لأي ساعة بدي ضل دور عليه؟ طب وإذا أخي؟ والله عندي فئة من قبل الضوء، عندي مهمة 10 أيام مع المحافظات. طب أمي يعني هو شو ولد صغير؟ شو ما حكيتي بتموني، معلش. طيب أمي تصبحي على خير. أهلي هلكتني. إيه مش بدك تعمل؟ طب يعني والله نحن كمان ناس تعيبة وحناكنا عم تنشق من كتر المتاوبة. ما تعرفي شو؟ رح أقوم دور عليه، أحسن ما تقول ها مو سألين على أخوهم الكبير. لم ضفت 300 يساوي
يعني قديش بيطلع لنا هيك تقريبا باليوم؟ لا تلبك حالك، حاسبها من الصبح 1000 ليره باليوم. 1000 ليره ناح، كتر خير الله. شو بها هون؟ ولسه ما بلشنا باللبنه والجبن، هي لا تنساها. كتر خير الله، الحمد لله. الله لا يضيع لنا تعب بجاه الحبيب. امين. بس تعال يا بالاذن ضيع. اهلين عليا، وينك؟ ما عم بتصل لانك هددت بيوم الخميس. انا عم بتصل لحتى تقلي الكلام بوشي، مو تبعت ناس يتصلوا فيني ويقولوا لي اياه. عاصي حاجه اللي ما بعرف اللي اتصلوا قالوا انه عم بيتصلوا بمعرفتك. لكن كيف عرفوا تليفوني لو مو بمعرفتك؟ لا، مو امك اللي اتصلت، رجال اللي حكى. الله وكيلك، ما بعرف شو حكى ولا مين حكى ولا كيف حكى. انا اصلا ما بعرف منين جاب رقم موبايلك، والله العظيم ما بعرف شيء. لا اله الا الله. طب اسمعي لك، شو رايك نلتقى ونقعد نحكي بالتفصيل؟ ممكن. على كل اللي حكى معي رقمه موجود بالمكالمات المستلمه، بورجيك يا. ماشي. شو رجعتي حكيتي معه؟ بدي اعرف ليش هيك عمل. مو اتفقنا خلص؟ مزبوط اتفقنا خلص، بس بدي اياه يحكي لي القصه لحتى ابزق بوشه. ايه على راحتك. مافيا يا رجل، بتقول مافيا عم تشتغل ضدي؟ شي بيطير العقل، مو معقول هيك. طيب مين له مصلحه يعمل فيك هيك؟ انا بعرف مين له مصلحه. في واحد بس انا شاكك فيه، يا خوف قلبي يكون هو. مين هو؟ زياد صاحب الشركه. يا زلمه بتحسه عرفان كل شيء. طب شو عرفه انه اختلفت انا وعليا؟ معقول يكون عم يعمل هيك مشان يجوزك بنته؟ اي والله ما بعرف، بس اذا طلع هو معناتها بنته اكيد فيها شيء. شو الشيء يعني؟ يعني ما بتسوى، ماضيها مو منيح، لعوب. لك شو عم تحكي انت؟ الناس اللي معها مصاري مثل زياد العالم ما بتجيب معدلها بنوب. لكان شو؟ والله ما بعرف، بس اكيد في شيء. عليا. ايه عليا. ايه ايه، سجل سجل والله. ايه اعطيني الرقم. ايه قد ايه؟ 371 37 37. ايه ايه ايه. لا خلص ولا يهمك، هلا انا بتصل وبعرف مين وبخبرك. الله معك، مع السلامه. شو رقم زياد ها؟ لك لا مو رقم زياد، بس والله بعرفه هذا الرقم. ماري علي يا رجل. 011 371 3737. الو، مين عم يحكي بالله؟ اخي انت مين بدك؟ إلا والله ما فيني اقول لك بيت مين هون لحتى تقلي مين انت. لك هاتي لقلك، هاتي لقلك. مين عم يحكي؟ مين بدك؟ لا ما راح اقول لك مين انا لحتى انت تقلي مين وشو بدك. عصي الخيه؟ لك عليه عصي الخيه؟ لك اسعد اسعد الخيه، شو بك؟ قال لي انا بفرجيك يا حقير وسكر الخط بوشي. معناتها حدا خبره؟ ما في غير امي ونجوى بس اللي بيعرفوا. لا ايو اعوذ بالله، نجوى وامك مستحيل يخبروا. يلا بكره بنعرف. وين قايل؟ خليني اروح، بلكي اجى لهون. ايه بنقول له انك مالك هون. ايه وبلكي عمل له تليفون لهن، ناقصني شرشحه انا باخر الليل، انا رايح فورا. والله جاي على بالي انزل على الشام وارجي قيمته لهالحقير هاد. طول بالك يا عاصي، ما وصلنا لهون. لك شو ما وصلنا لهون يا زلمه؟ لك ما شفت كل ورطه بيورطوني اياها؟ لك معقوله هيك؟ ناقصني مشاكل انا يا زلمه؟ خلص بكره بتنزل وبتحل المشكله. رح اعمل لك بريق شاي جديد تروق دمك. ها حسبي الله ونعم الوكيل.
مرحبا. صباح الخير، كيفك ابو اياد؟ اهلين 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 بسام، كيفك؟ ليش واقف هون؟ شو عم تساوي عندك؟ شو عم ساوي يعني؟ عم استناك. ايه تفضل فوت، تفضل. ما بدي فوت اخي، ما بدي فوت، شان الله ما بدي فوت. شو صار معنا مشان المصاري؟ نسيك. شو هي؟ اخي هي رقبتي، انت معك حق، ادبحني من الوريد للوريد، وبدك اياها تساوي خيو. طيب لأيمتى؟ لأيمتى؟ لأيمتى يا أبو ياد؟ لأيمتى؟ خلاص بأقرب فرصة، بس يصير معي مصاري. أخي ما بدي بأقرب فرصة، بدي يوم محدد، يعني أعطيني تاريخ محدد، لأنه أنا بدي أجي وبدك تفتح الباب، وإذا ما فتحت الباب أنا رح أخلعه. طيب مو بكرة، بعد بكرة، منيح؟ أخي بعد بعد بكرة، يعني أنا رح أعطيك يوم من عندي زيادة، منيح؟ منيح. خاطرك. مع السلامة. ما اتصلتي بحدا شيء؟ لا ما اتصلت بحدا. لا تتصلي، ما بدي حدا يعرف، لانه هالمره نويت خلص. ليك الاولاد رايحين على المدرسه، انا رايحه اسلم الكنواشه، بدك شيء مني قبل ما اطلع؟ لا. لك يا ابني يا حبيبي، اخوك عمل هيك لانه بيريد لك الخير. لك يا امي، اللي بيريد لي الخير ما بصير يعمل هيك، اللي بيريد لي الخير ما بيسود صفحتي قدام العالم. اي والله والله هالعليا ما بتحبك عن جد، لانه لو كانت بتحبك كانت خلتك تروح تخطبها من زمان. ايه البنت عم تلعب فيك ومتحيه توديك لاهلها. بكل الاحوال هي شغله خاصه وممنوع اي حدا بالبيت يتدخل فيها، فهمنا امي؟ بعدين هو الواطي هذا اخي، منين جاب رقم التليفون؟ منين؟ هونا لك امي، هونا وقال لي صار صار. والله مو محرزه الشغله تزعل من اخوك مشانه، هو بده صالحك، والله العظيم بده صالحك. لا محرزه، محرزه كثير. بكل الاحوال عاصي اللي بتعرفوه قبل تغير كثير، تغير المسا اللي حساب ثاني معه. انا ليش رجعتي؟ ذكرت حنان بدها تمرق لعندي. ليش ما بتعرف المشغل تروح لعندك لهنيك؟ ضروري تيجي لهون. شو بعرفني؟ قال بدها تيجي لعندي تعطيني القطع وبعدين تطلع على البلد لعند اهل جوزها. قال شو بدها تيجي تاكل ببيته؟ مروان حاجتك لعب، ما حدا منعك عن الاكل. انا ما بدي اكل، بس كنت عم جرب قدرتي على الاحتمال. قدرتك على الاحتمال صفر. ايه من وقت اللي قربت عن الاكل صرت اكل الضعف، ان شاء الله مفكرني ما بعرف. اختي ما عندنا غير الطريقه، شو بدنا نعمل؟ يا اما بنلتزم بالمواعيد يا اما بلعنا هالشغله كلها. لا عندنا غير طريقه. تفضلي نورينا. بدل ما ننتظر فلان هيك بده وعلان هيك بده، ليش ما بنعمل شغل لحالنا؟ شلون؟ بنعمل ماركه باسمنا. ماركه شو؟ ماركه البسه جاهزه. مثلا قمصان ماركة رابعة، أزياء نسائية ماركة رابعة، أزياء ولادية، هيك يعني. وأحذية ماركة رابعة ما بدك تعملي؟ رفيق أنا ما عم بمزح معك. وهذا اللي قاهرني منك، لك شلون بدنا نعمل ماركة؟ إذا الشغيل اللي عنا ما عم نقدر نحاسبهم إلا بطلوع الروح. شو بدها الماركة؟ الشغل هو هو، ما رح يتغير علينا شيء، بس رح نحتاج مصمم. من وين المصمم؟ نحن من غير المصمم ظابط علينا المثل، قال حملوه عنزي أنفكاح. انا بعمل دورة تصميم شهر زمان وبصير مصممه، شو بدها؟ على فرض اللي عم تقولي صحيح، شلون بدنا نصرف هالبضاعه؟ مرت عاصي بتفتح محل بالحريقه، بنت معلمه، هدول فتحت المحل عندهم بالحريقه هيك مثل اكل البرازي. وبلكي عاصي ما تزوجها؟
بتقول له لاخوك بسام ياخذ قرض واخوك اسعد بياخذ قرض هو الثاني وبيفتحوا فيهم محلات. بتعرفي لك يا بنتي نحن ظلمناك كثير بجازي. والله لو اعرف هيك بدي يصير لا كنت رح طلبتك من اهلك ولا بريتك هالبلد. والله يا عمي لو معي ادفع اجار البيت ما كنت بزعجكم، بس ما معي، اللي عم طالعه من الكنويشه يلا عم يطعمينا خبز. كثر خيرك لك يا بنتي اللي صابره ومتحمله. جيبها لهون هي والولاد، شو الله جابرها تدفع اجار بالشام؟ والله صحيح. شو رايك عمي تيجي لعنا لهون؟ البيت واسع والخير واجد والحمد لله، تيجوا انتوا والولاد تعيشوا معنا. وبلكي سامر زعل. خلي يدق راسه بكل حيطان الدنيا، وإذا ما كفته أنا بعمر له حيطان يضر راسه فيها، اللي مثل سامر ما بحق له يزعل. خلص مثل ما بتشوف. شوفي يا عمي، هلا بعطيكي بتدفعي إيجار البيت، وبتضبي أغراضك وأغراض الأولاد، وأنا بعد نهارين ثلاثة بخلي عباس ينزل يجيبكم وتجوا لهون. ومدارس الأولاد؟ ولا يهمك عمي، ننقل له لهون. أهلا بالمعلم رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. تفضل. لك هيك بتعمل فيني يا رائد؟ شو عملنا فيه؟ بتبيعني وبتروح تشتغل عند أبو علاء؟ مين اللي باع التاني؟ سأل حالك، حط حالك محلي، لو كان عم يسرق لك زباين، ما كنت بتعمل مثلي؟ لا ما بعمل مثلك. عم تعطينا من الجمل اذنه، ليك لعند ابو علاء، عم باخذ اجرتي وماني مقرب على الزباين. خلص يا اخي ارجع وبنحكي. لا ما بدي ارجع. لك ارجع عم اقول لك بعطيك قد ما عم يعطيك ابو علاء. لا ما بدي اعطيك كلمه للزلمه. اخي انا بحكي مع ابو علاء، بس انت فكر بالموضوع. بعطيك قد ما عم يعطيك ابو علاء وحبه مسك. ايه. لك هي كل القصة، والله ما عندي علم بالموضوع. بتصدقي صدقي، ما بتصدقي انت حرة. انا كل مرة عم صدقك وهالمرة رح صدقك، بس انا قبل ما في اني اقنعه كل مرة. رك علي انا بحبك، انت بتعرفي هذا الشيء، بس كل شيء محدود. الخميس الجاي لازم يكون كتب الكتاب، اكثر من هيك صار اسمه تعزيم. بركي بابا ما وافق. احكي لي عنوانه، انا بروح لعنده بحاكيه بطلب ايدك منه بفرد مرة بنهي الموضوع. ما معقول يتجوز بالسبعين. خلص انا رح احكي معه، واذا ما وافق وقتها بعطيك العنوان. بوس ايدك للطولي، الله يوفقك للطولي، لانه كل شيء له حدود. ما عاد عندي صبر. ايه الو، مرحبا ولا شو يا، صرت من جماعه الفيديو كليب بطلت تسال عنا؟ طول عمري ببهدلك، شو اول مره؟ ولا لانك صرت تدفع مصاري بدل الالومينو؟ ايه قوم تعال ابر، يلا عم استناك. مو ظابطه مع حدا هالايام. شو فؤاد صاير معه شي كمان؟ ما زبط معه الفيديو كليب. هلا انت وفؤاد لو بتتعلموا شغل الكنويشه وبتصيروا تشتغلوا معي مو اربح لكم؟ لا تخافي رح زبطها. اذا ما يسمى بالنخبه المثقفه ما بدها تعترف، لا تعترف. انا عندي طريقه ثانيه اثبت موهبتي فيها. وشو هالطريقه بقى؟ عندي مشروع بدي اطرحه على فؤاد. ظاهرة ما صارت رح تعمل هزة بالبلد. شو هالمشروع بقى؟ معلش بعدين بقول لك، كل شيء بوقته حلو. بس أهم شيء هلا أعرضه على فؤاد لشوف بده يقبل ولا ما يقبل. يجوز يخاف. جبان؟